يوما بعد آخر تزداد الأزمة الاقتصادية في العراق حدة، وتزداد الضغوط المعيشية على العراقيين الذين بات تحصيل الصمون بالنسبة للكثير منهم عبئا ثقيلا يضاف إلى ما يحملونه من هموم الحياة. إلى متى هذه المعاناة؟ يعني يوميا لازم أكو حلول معينة، ثوابت معينة في الاقتصاد، أكو تخطيط. إحنا نبقى من أزمة إلى أزمة، زين هذا الفقير شنو ذنبه؟ يعني الفقير يوميا خالق له موضوع معين، أزمة معينة هو ما عنده. الناس على الرواتب، المتقاعدين زين في شظف العيش، من كانت 8 و10 بألف هسه رجعت إلى 5 و6 بألف. يعني شنو ذنب الفقير اللي يعتمد على القوت اليومي؟ شنو اللي راح يأكل؟ هاي الأسعار الباهظة، يعني عندنا كثرة الفقراء خصوصا في مدننا بغداد والمحافظات الأخرى. يا ريت ونطالب الحكومة بمراجعة حساباتها والانتباه لحال الفقير. وتفاقم الفساد في جميع قطاعات الحياة في هذا البلد النفطي الغني بثرواته. بالرغم من ذلك لم يتوقع العراقيون يوما أن يمس الفساد الخبز، الغذاء الأساسي في حياة العراقيين، كما حدث لأغلب السلع اليومية الضرورية للحياة. إلى متى الأحزاب تفوق؟ هذا يفوق، البرلمان يفوق، يعني هم عايشين أحسن عيشة وإحنا قاعدين نظيم. يعني هسه صمون شرفك من 10 بألف إلى 12 بألف إلى 5 بألف، المواعيد من يجيب؟ يعني عالم كاتل الهبر على قوتنا، بالقرآن ما يصير، بالقرآن ما يصير، ملينا ملينا. ويحمل العراقيون الحكومات السابقة والحكومة الحالية مسؤولية غلاء أسعار جميع المواد بشكل كبير ومنها الغذائية، وسط صمت حكومي ومخاوف كبيرة، وخاصة لدى محدودي الدخل مما سيواجهونه في قادم الأيام. مو عيب يا برلمانيين، والله لو تستحون شوية، والله لو تستحون شوية تباعون على الفقرة. تقبل أنت تنزل للسوق وتشتري صمون؟ طبعا أنت ما تقبل. ليش؟ لأن أنت يجيك صمون كليته مسلفين ومن خارج الدول، يلا تاكل صمونه، وانت شنت عمرك ما تاكل صمون. عمرك شنو يا البرلمانيين يا الحكومه، عمركم شنتوا ما تاكلون صمون. بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل بكم. وفاقم ارتفاع الاسعار بشكل كبير معاناه العراقيين، خصوصا ان الارتفاع شمل كل مفردات الحياه الاساسيه ومنها الخبز، هذا الغذاء الأساسي الذي يخشى العراقيون وخاصة الفقراء أن لا يعودوا قادرين على تحصيله في قادم الأيام.